الخدمة في الحمية المدنية على قد ما هي سهلة على قد ما هي دقيقة. في الحمية المدنية راهو نقدروك ونحطوك على الراس والعين مرأة، أما في الخدمة كي المرأة كي الراجل، خدمة نبيلة على الأخر. معناها الحمية المدنية أنك تنقذ أرواح، أنك تشبع بدعاء الخير. الواحد معناتها سقيها على القاعة كما يقولوا، سقي في القاعة. أما فما حاجات يلزمهم يتقالوا. اي هذه من بعد تنقصوه مش مشكل. لا مانيش باش نقصوه، باش يتعدى كيما هو. كي حطيت ساقي على درجة الطيارة وباش نطلع، حسيت وقتها قلت لها زعما باش نرجع. قلت لها سيد عقيد سامحني، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. الكلمة ذيك باش هي اللي باش حسيتها باش ترجعني تونس. هذه هي انا توا في الكارثه، كيفاش باش نعمل؟ معناتها مش يا زلزال اللي اتو ماما نجم يعاود ونجم ما نرجعش. الحمد لله يا ربي، معناها خلينا صوره معناتها رائعه على بلادنا. ان شاء الله نكونوا ادينا الواجب. افنيتوا حالكم وخاطبتم بارواحكم باولادكم باموالكم، جزاكم الله خيرا. والله نحن عاجزين عن شكركم والله. شكرا على واجب.